فلو أراد الإنسان أن يمنع نفسه أو أن يهدد شخصا أو أن يحث نفسه فقال مثلا لابنه نذر علي إن فعلت هذا الشيء لأصومن كذا أو لأتصدقن كذا أو ما شابه ذلك، فهذا مخير بين فعل ما نذر عليه أو أنه يكفر كفارة يمين، لأنه لم يقصد ماذا؟ النذر، وإنما قصد أن يلزم نفسه وأن يحث نفسه أو أن يرهب غيره أن يخوف غيره فتكون كفارة يمين، بخلاف قصد الطاعة والتقرب إلى الله كأن يقول نذر علي أن أصوم شهرا أو أن أصوم كل اثنين أو خميس، هذا نذر الطاعة المطلق المنجز فيلزمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه، أو نذر الطاعة معلقا بشيء، إن شفى الله مريضي ذبحت جزورا أو تصدقت بكذا أو إن شفاني الله من المرض، فهنا لم يقصد الامتناع أن يمنع نفسه ولا أن يحث نفسه ولا أن يخوف نفسه، لا، وإنما أراد بذلك التقرب إلى الله إن حصل ما يريد، فإن حصل ما يريد فشفى الله مريضه أو شفى مرضه أو تحقق له ما يريد فهنا يلزمه، لأنه ليس بنذر اللجاج والغضب الذي مر معنا يريد الامتناع أو الحث أو الترهيب أو الترغيب، لا، أراد القربة بشرط تحقق هذا الشيء، فيدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند البخاري من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لكن هذا النذر منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، عن هذا النذر، هذا النوع منهي عنه، وقال إنما يستخرج به من البخيل، يعني ما عملت هذه الطاعة ولا أردت هذه الطاعة إلا مقيدة بشيء، وهذا هو شأن من؟ شأن البخلاء، ولذلك في الغالب أن من ينذر هذه النذور المعلقة أنه لا يفي بها ويوقع نفسه في حرج ويأتي، ولذلك بعض العلماء أوصله إلى التحريم، فدل هذا على أن الإنسان لا يقدم على هذا النذر، فلا بد أن يحقق هذا الشيء، فإن لم يأتي بما نذر به وهو نذر الطاعة سواء كان نذر الطاعة المنجز نذر علي أن أصوم كذا وكذا بدون تعليق أو المعلق إن شفى الله مريضي فسأصوم كذا أو سأتصدق كذا، فهذا يجب أن يوفي به، فإن لم يوفي به فإنه يكون آثما. لكن قد لا يقدر، قد لا يقدر، إما لعجز ببدنه كأن يكون صوما أو لعجز في ماله ما عنده مال فيبقى في ذمته، فيبقى في ذمته. أين الدليل؟ من نذر أن يطيع الله فليطعه، فمن كان في سعة وفي عافية فليحمد الله عز وجل ولا يقدم على النذر، فإن تحقق له ما يريد فليشكر الله عز وجل، لكن لا يعلق. لكن شأن عبد الله بن عمرو بن العاص يختلف عن هؤلاء، ولم يلزم نفسه بالنذر، ألزم نفسه من غير نذر، لأنه رأى من نفسه القدرة على أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يصوم ثلاثة أيام كما جاء في الحديث وفي تفاصيل ما فيه، فقال إني أطيق أن أصوم كل يوم، قال لا صام من صام الأبد، وإنما صوم يوما وأفطر يوما، أفضل الصيام صيام داود،
فلما بلغ في السن مبلغا وكبر رضي الله عنه شق عليه، لكنه أراد ألا يدع أمرا كان يفعله في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كان كم يصوم في الشهر؟ يصوم يوما ويفطر يوما، 15 يوما، فكان يسرد الصوم سردا 15 يوما أخف عليه، ثم يفطر 15 يوما، فهذا من باب البقاء على الطاعة، البقاء على الطاعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يخفف عن نفسه، لكنه رأى أنه قادر، وكان يقول يا ليتني أخذت برخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنك في من ينذر نذرا نهى الشرع عنه ليس برخصة. ولذلك بعض الناس سألني عن شخص قريب له من أن الله عز وجل إذا فرج عن ابنه في أمر ما أنه يصوم كل اثنين وكل خميس، فكبرت سن هذا الإنسان فشق عليه، هو يستطيع لكن شق عليه، فلماذا يدخل الإنسان نفسه في مثل هذه الأمور؟ نعم.